السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا حسب مقرر التعليم الابتدائي، الدرس الثالث هو درس أختوغراف. هذا الدرس سنتطرق فيه إلى الحرف سي. في الحروف يوجد أ ب سي، الحرف أ يقرأ دائما أ، الحرف ب يقرأ دائما ب، لكن الحرف سي لديه حالتين، هناك حالة سينطق فيها الس وهناك حالة سينطق فيها ك. الحالة التي سينطق فيها الس عندما يأتي بعد إي أو أ، باقي الحالات ينطق فيها ك، لكن ينطق كذلك الس عندما نضيف هذا سي دي، عندما يصبح الحرف على هذا الشكل. أوكي، يعني كتكتب سي كتزيد هذه الخمسة لتحت، هذه سي دي. دونك يقرأ ثلاث حالات يقرأ فيها الحرف سي الس عندما يكون بعده إي أو أ أو يصبح على هذا الشكل. أوكي، باقي الحالات ينطق فيها ك. لننتقل إلى الدرس، لدي ثلاث جمل. أوكي، لدينا ثلاث جمل كيف العادة. السؤال الأول، جولي لا بروميير إي لا دوزيام فراز، أقوم بقراءة الجملة الأولى والجملة الثانية. أوكي، الجملة الأولى الجملة الثانية. الجملة الأولى، روغارد سي جولي فوتو، سيلسي sont très réussis. Regarde ces jolies photos. شوف أو شاهد هذه الصور الجميلة. Ces jolies photos. Ok؟ Jolie يعني شيء زوين. Celles-ci هذه يعني celles-ci sont très réussies. يعني réussies من النجاح. يعني نجحة بزاف. Ok؟ نجحة بزاف. اوكي، يعني الصور عندما تصبح يعني لايكات. اوكي، دونك سنقول ان الصوره ناجحه. اوكي، دونك سيل سي يعني الصور لي فوتو، سيل سي هذه الصور، سيل سي سون تري ريوسي. اوكي، ناجحه مزيان. لا دوزيام فراز، جلال كول دي فوتو سور سون كاي. جلال، ماذا يفعل جلال؟ يلصق صور على دفتره sur son cahier. السؤال الثاني، comment se prononce la lettre C dans les mots en rouge؟ كيف ينطق الحرف C في الكلمات المكتوبة بالأحمر؟ لنلاحظ ذلك، C هنا ينطق S، donc C. لماذا؟ لأن بعده الحرف E، والحرف أ ذكرت أنه ينطق س. سيلسي ينطق س، لماذا؟ لأن بعده أ، دونك سيل سي. كذلك ستنطق إي، ستنطق س، لماذا؟ لأن بعدها الحرف إي. أوكي، دونك إي، دونك س، دونك سيلسي سون تري ريوسي. جلال كول، كول إذا لاحظتم ينطق ك، لماذا؟ لأنه جاء بعده الحرف أ. اوكي مزيان، دونك هنا كول دي فوتو سور سون كاي، هنا سينطق ك، دونك كاي، لماذا؟ لان بعده الحرف ا. اوكي، دونك كاي ينطق فقط س عندما ياتي بعده اي او او، او عندما يصبح على هذا الشكل. السؤال الثالث، لا ترويزيام كيسيون، الي اكريت دوفون كيل لتر، يعني هذا الحرف سي مكتوب يعني قبل اي حرف. اوكي، دونك هنا الحرف سي مكتوب قبل الحرف او. اوكي، وهنا الحرف سي مكتوب قبل الحرف او، وهنا الحرف سي مكتوب قبل الحرف اي، وهنا الحرف سي مكتوب قبل الحرف او، وهنا الحرف سي مكتوب قبل الحرف ا. اذا الان أجبنا على الأسئلة الثلاثة. لننتقل إلى صياغة القاعدة. سنتطرق الآن إلى القاعدة. C se prononce S si il est écrit devant E, I أو Y. Exemple le cinéma. Cycle une cerise. يعني C سينطق S عندما يكون قبل أحد هذه الحروف E, I أو Y. على سبيل المثال السينما يوجد قبل الحرف إي، سيكل يوجد قبل الحرف إي،
une cerise قبل الحرف اي قبل الحرف او عفوا. الشق الثاني من القاعده سي سو برونونس ك يعني س سينطق ك سي ال اي يكريت devant a o u الى غادي يدير كيما الحرف. اكزامبل كولي سينطق ك لان بعده الحرف او والحرف او ليس ضمن هذه الحروف التي ينطق فيها الس. كولي انكا لان بعده الحرف ا. انك خيون لان بعده الحرف غ. اوكي بور كو ملي شفنا الحاله الاولى شفنا الحاله الثانيه. الحاله الثالثه بور كو سي سو برونونس س دوفون ا او او يعني الا بغيتي هاد الحرف س ينطق س في هاد الحالات واخا يكون جاي موراه ا ولا او ولا او يعني ولو جاء بعده الحرف ا ولا او يعني انا اعرف ان اذا جاء بعده الحرف ا فانه ينطق ك لكن هناك حاله ساجعل هذا الحرف ينطق س الا وهي جاجوت اون سي دي سي يعني مثل هذا الحرف هنا سينطق الس رغم انه جاء بعده الحرف ا. اوكي اتمنى على سبيل المثال ان ماسون دونك اذا حذفت هاد السي دي سيقرا ان ماكون لكن عندما اضيف هاد السي دي هاد خمسه سيقرا ان ماسون. اوكي ولو جاء بعده الحرف او مزيان ماسون هو البناء. اوكي مزيان نتمنى تكون القاعده مفهومه. نطلقوا دابا نخرجوا واحد التمرين مثال. اذا سنتطرق الى هذا التمرين جونتو اون روج لو سي يساوي س يعني ينطق س اي اون بلو لو سي ينطق ك يعني ساقوم بدوره على عندما ينطق سي س بالاحمر وعندما ينطق سي ك بالازرق. اوكي دونك المثال الاول لو سينما. اوكي سي تري بيان لو سينما دونك بالاحمر لو سينما لماذا لان بعده الحرف اي لو سينما. الكلمه الثانيه لا برافو لا بلاس لان بعده الحرف او سينطق الس يعني لا بلاس. ان بعده الحرف اي ان سيترون برافو لان بعده الحرف اي اون بعده الحرف او بعده الحرف او دونك ك اون كوبي دونك بالازرق اون بعده الحرف او س اون غلاس لا فاصون هنا دائما ينطق س لماذا لان توجد سي دي. اوكي دونك لا فاصون هذا دائما ينطق س لا فاصون. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. ما تنساوش تخليوا لي لايك وشي تعليق زوين الى عجبكم الفيديو. ان شاء الله غنساليو السلسله ديالنا بكل نجاح وحظ موفق للجميع.